السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تابعنا انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان تدعمنا، لأن زي ما احنا عارفين إن الريتش على قنوات اليوتيوب مؤخرا مش أحسن حاجة، فمحتاج دعمكم لينا في القناة. حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي هتعلمنا ازاي نقدر نحصل على اقصى تورك او اقصى باور من اي محرك. هنتكلم النهاردة عن اهم نقطة او اهم جزء بيقدر يخليني احصل على باور عالي او تورك عالي، وهو الاجنيشن تايم. الاجنيشن تايم حاجة مهمة جدا لاي حد شغال في مجال صيانة السيارات، وخصوصا لو شغال تيونر، سواء كان تيونر في مصنع قبل ما العربية تنزل للماركت، او لو هو عايز يعدل على عربية وياخد منها باور هورس او تورك عالي. تابعوا الحلقة للنهاية، حلقة صغيرة لكن مفيدة للجميع ان شاء الله، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي هنتعلم ازاي نقدر نوصل لأعلى ترك أو أعلى عزم في المحرك. طبعا ده مهم جدا لأي حد شغال تيونينج أو شغال ان هو بيعدل على لفات العربيات. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي الإجنيشن تايمينج. الاجنيشن تايمينج ده هو الوقت المناسب او افضل وقت بعمل فيه السبارك عشان يحصل الاحتراق. طب تعالوا نفهم يعني ايه الاجنيشن تايمينج، وامتى بيحصل، وامتى اهم وقت او افضل وقت اقدر احصل فيه على الاجنيشن تايمينج، وازاي وامتى اقدم الشراره وامتى اخرها عشان اقدر احصل على اعلى باور من المحرك. عندي الاجنيشن تايمينج، اول حاجه انا عندي التورك بيساوي الاف في ال. طب انا عندي الاف بتساوي ايه؟ البي في الاي. يعني انا محتاج عشان احصل على اعلى تورك محتاج اوصل لاعلى ضغط. طيب تعال نسال بعض سؤال، هو انا لو عملت وقت الشراره او الاجنيشن تايمينج امتى؟ لما يكون البيستن فوق، ولا قبلها بشويه، ولا بعدها شويه، عشان اقدر احصل على اقصى باور من الانجن. تعالوا نشوف ده. اول حاجه انا عندي هنا لو جيت ابص عندي ده الجراف بتاع الاحتراق. طبعا في شوط الضغط والبيستم لسه طالع، المفروض قبل ما يوصل للتي دي سي اعمل السبارك قبلها بوقت تقريبا من 7 الى 15 بيفور توب ديد سنتر، بحيث ان انا عندي وقت الشرارة دي بتاخده علشان تقدر تنتشر في الخليط كله، واقدر اخد اعلى قدرة وهو بادئ ينزل، اللي هي الفليمينج تايم. يعني انا لو عملت الشرارة زي ما انا شايف قدامي في الخط الاحمر هنا، بيبتدي الوقت اللي هو قدامي ده بيبتدي يحصل انتشار للفليمينج، واخد عندي هنا الباور بعد ما البيستون يوصل للتي دي سي اللي هو التوب ديد سنتر اعلى نقطة، وهو نازل اقوم ضاغط عليه على طول بالباور، فبالتالي اخد اعلى قدرة بعد ما يكون الستروك نفسه بتاع البيستون اخد زاويه شويه عشان ما يحصلش فيه فيلير، وابتدي انزل اخد قدره. طيب لو انا اخرت الاجنيشن شويه هتلاقيني باخد الضغط بعد ما البيستون بياخد زاويه اعلى شويه، يعني يكون نزل اكتر شويه. طب لو انا خدتها متاخر مثلا نفس النظام باخد باور اقل، فكده الاجنيشن تايم عندي مهمه جدا. طيب الزاويه المناسبه للاجنيشن اللي انا بعمل عندها اللي الشراره بالظبط من 7 الى 15 بيفور توب ديد سنتر، يعني الشراره بتحصل قبل ما بوصل لاعلى نقطه اللي هي نقطه الصفر بتاعه التوب ديد سنتر ب 7 الى 15 درجه. طب هل الزاويه دي ثابته في كل المحركات؟ لا طبعا، دي انا هتحكم فيها وهنعرف ازاي دلوقتي امتى اقدمها وامتى ااخرها. تعالوا نشوف، هل المفروض ان انا احصل على البريشر وهو هنا عند نقطة الصفر دي؟ لو انا حصلت عند دي طب ما انا كده هحصل عند ضغط اعلى، لكن كده انا هكسر الكونكتنج رود بتاع البيستون. تعالوا نشوف ازاي. لو انا جيت عندي هنا البيستون بيلف دلوقتي، فلما بيحصل الشرارة هنا بيبتدي بعد 6 درجات يبتدي البيستون هو نازل يحصل كومبليتنج كومباشن، احتراق كامل داخل غرفة الاحتراق، فبالتالي بحصل على الضغط، وهنا بيكون البيستون اخذ زاوية اللي هي 6 درجات. طب لو انا خدت
اكتمال الحريق بالظبط عند النقطه صفر، والبيستون في اخر نقطه لتوب دي سي، فبيكون الكونكتنج رود عمودي كده. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا فيلير في الكونكتنج رود، الدراع ده هيكسر. يبقى انا كده احيانا الناس اللي بتعمل تيوننج او بتعدل على المبات عايز توصل لاعلى نقطه، طب هنوصل لها ازاي؟ يقرب قوي المسافه لاعلى نقطه اللي هي التوب ديد سنتر، ففي حاله زي دي بيحصل كسر للكونكتنج رود اللي موجود في البستم. طب تعالوا بقى نسال سؤال، لو انا زودت الار بي ام المفروض هل نقطه التايمنج هتبقى نفس النقطه؟ اكيد لا. لو انا زودت النقطه حركه البستم في الطلوع والنزول هتزيد، فبالتالي هبعد شويه بالتايمنج اجنيشن، يعني خليها بدري شويه، لان الفليمنج تايم هو وقت ثابت، يعني مثلا 1 مللي سكند 2 مللي سكند، فكده طلوع البيستن سرعته هتزيد لكن نفس الوقت الفليمنج اللي هياخده، فبالتالي هحصل هنا، يعني انا مثلا لو كنت شغال على الباور ده هلاقي نفسي وصلت للباور ده، فبالتالي محتاج ان انا ابعد شويه او اخليها بدري شويه بيفور توب ديد سنتر، يعني انا لو كنت عاملها 10 هخليها 30 اخليها 25 على حسب الار بي ام اللي انا عليه، يعني كل ما ازود الار بي ام اخلي الشراره قبلها بشويه. طيب ايه المفروض اللي هيحصل لو زودنا اللود؟ اخليها بيفور ولا اخرها شويه؟ هنعرف ده دلوقتي. ايه الحاجات التانية اللي بتأثر لي على الاجنيشن تايمنج؟ عندي الفيول اوكتان نمبر، يعني لما بروح امون بنزين او احط بنزين في العربية بحط 80 او 92 او 95، ال 95 دي او ال 92 او ال 80 هو ده رقم الاوكتان، ودي مقاومة قدرة مقاومة الوقود للاشتعال الذاتي. طب ازاي؟ يعني معنى كده ان انا كل ما اعلي الاوكتان كل ما اخر الاجنيشن تايمنج. ركزوا بس معايا ليه؟ لان كل ما اعلي الاوكتان الفليمنج سبيد هتقل، صح ولا العكس؟ كل ما اعلي الاوكتان الفليمنج سبيد المفروض انها تقل. لا عفوا، كل ما اعلي الاوكتان الفليمنج سبيد المفروض ان انا، يعني كل ما اعلي الاوكتان اخلي الشراره تتاخر شويه، يعني لو كنت عاملها سالب 10 اخليها سالب 5، يعني انا كل ما اقلل الاوكتان اخلي الشرارة تيجي بدري اكتر. عندي حاجة تانية الاير فيول ريشيو، طبعا دي هنقولها في حلقة لوحدها. تالت حاجة التشارج تمبريتشر، طبعا دي درجة حرارة الخليط بتأثر معايا في الاجنيشن تايمنج، ودي ليها جدول موجود في برنامج زي الوينولز اللي هنكمل شرحه ان شاء الله، بس استأذنكم لو حد عنده برنامج الوينولز استأذنكم يبعتهولي. عندي التشارج دينستي اللي هي كثافة الخليط جوه غرفة الاحتراق، العربيات التربو، لو انا زودت اللود بزود كتلة الوقود او كتلة الميكستشر داخل غرفة الاحتراق، فبتكون الجزيئات قريبة من بعضها، فالفليمنج سبيد بتزيد، فالمفروض ان انا ااخر الاجنيشن تايمنج، يعني لما ازود اللود ااخر الاجنيشن تايمنج، اخليها مثلا 5 سالب 5 بيفور توب ديد سنتر، 5 بي تي دي سي. الفورسد اندكشن اللي هي العربيات اللي فيها تربو برضو بزود كثافه الميكسشر، فبالتالي باخر الاجنيشن تايمنج. ده شرح سريع جدا عن الاجنيشن تايمنج، اتمنى من الكل يكون فهمه لان هيفرق معانا جدا في الشرح اللي جاي بتاع برنامج الونولز. الاجنيشن تايمنج بيحصل امتى وايه هي الحاجات اللي تخليني ما اعملوش، يعني مستحيل اخلي الاجنيشن تايمنج في اعلى نقطه اللي هو التوب ديد سنتر. تمام كده، بفكرك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان تدعمنا ونوصل لأعلى معدل إن شاء الله في الفترة اللي جاية، واستنوا حلقات مهمة جدا الأسبوع ده إن شاء الله.